السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنشتغل مع بعض السنة دي بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله رب العالمين، وتتابعوني كده وتركزوا معايا الله يكرمكم، وإن شاء الله بالتوفيق للكل. أول وحدة عندنا يا جماعة اسمها read all about it. read all about it بتتكلم عن الجورناليزم والبريس اللي هي الصحافة. طبعا انتوا عارفين الصحافة يا جماعة اللي هي نيوز بيبرز اللي هي الجرايد، وبتتكلم على المعلومات كتيرة جدا. في كلمات لازم نعرفها، يعني زي بريس. بريس يعني الصحافة، الصحافة دي يعني جورناليزم، جورناليزم صحافة. طيب جورناليست صحفي. لازم نعرف الصحافة دي بتتقسم الى نيوز بيبرز جرايد، وجورناليزم الصحافة اللي هي البريس يعني، وكلمة بايز التحيز في الصحافة ما بيحب يكتب عن حاجة وحاجات معينة. النيوز بيبر تتقسم لإيه؟ التابلويد. تابلويد يا جماعة صحيفة شعبية، وبروتشيت صحيفة رسمية، وهناخد الفرق دلوقتي. بعد كده بيقابلنا كلمة بايز بي اي اي اس. طبعا الانحياز دوت بيبقى فيه باي اموشن، بيبقى فيه حذف، بايز بين فبركة، بليسمنت. لازم نعرف يا جماعة الفبركة زي ايه. سبين معناها فبركة، ولو جاب فعل معناها دور حول نفسه، وبتساوي كلمة اوربت. وطبعا الكلمة دي اللي معناها يدور حول نفسه، يدور حول شيء، يغسل، ينسج، يفبرك او يؤلف. هنيجي نقابل كلمة ستوري. ستوري معناها قصة، هيقابلها خبر صحفي A new story. بعد كده نيوز بيبر اللي هي الجرايد اللي هي بتقسم ذا بريس الصحافة، في هيد لاين عناوين رئيسية، في سب لاين عناوين فرعية، في ستوري بيبقى لنا قصة معينة، بيقابلنا ارتيكل. هيقابلنا كلام مهم جدا كلمة بايراسي. بايراسي معناها القراصنة، والقراصنة دي يا جماعة بيبقى يسرقوا الأعمال، يسرقوا المنشورات، يسرقوا سرق السفن المعينة، حاجات في البحر. كلمة أبايرت معناها قرصان أو لص أعمال. طبعا بايريتد عامل مسروق، وده يا جماعة في الأعمال التنزل الأدبية اللي على النت. بعد كده بيقابلنا كلمة إيساي، موضوع أو تعبير شخصي. والإيساي بيتقسم لمواضيع كتير جدا نعرفها إن شاء الله بعد كده. أرتيكل، ديثلي، ديثلي يشبه الموت، لكن ديدلي مميت. هيقابلنا رايم قافية، رايمز إيقاع أو قافية. incident حادث عابر طريق، accident حدث لا قدر الله له خسائر، event حدث مخطط له مسبقا، occasion مناسبة. هناخد الفرق يا حبايبي بين التابلويد وبروتشيت. قلنا التابلويد صحيفة شعبية، وبروتشيت صحيفة عريضة. نيجي التابلويد دي عبارة عن ايه بقى؟ سمول بيجز صفحات صغيرة، لارج فوتوز صور كبيرة، شورت ستوريز، لارج هيدلينج هيدلاينز، وانفورمال. وبعد كده ايه؟ نيجي على اللي هي ابروتشيت. دي طبعا لارج بيجز صحف كبيرة، وسمول فوتوز صور صغيرة، ولارج ستوريز وفورمال. دي نحفظها زي اسمنا وبتيجي في الاختيارات. يبقى نركز على اهم الكلمات في الوحدة. نيجي بعد كده يا حبايبي هتقابلنا كلمات تانية في غاية الاهمية. كلمة publish ينشر بالطباعة، spread ينشر او ينتشر، due to وراها noun او verb زائد ing نتيجة لي. كلمة happen كلمة عامة. كلمة هابن بتساويها كلمة تيك بليز، بتساويها اوكير، لكن كل واحدة ليها استخدام. تيك بليز مخطط له من قبل، يعني مخطط الموضوع. اوكير على شيء غير متوقع، حاجة حصلت غير متوقع. نيجي بعد كده استخدام اون وات وان. اون وات وان ايام محددة لاتجاهات اول سوشيال ميديا. اب بتيجي مع الوقت المحدد، اد ميد نايت، ات ميدي، ات نون، ات نايت، فترة أجازة. والأماكن الكبيرة مع الأماكن العامة مع آتي، الأماكن الكبيرة مع إن.
طب ان فترات طويله، بعض الوقت، ونقول ان ذا ايفنينج، ان ذا افترنون، ان ا مينيت، ان ا ان ا وايل. دي برضو اهم الحاجات اللي ربنا يكرمكم تحفظوها عشان تبقوا مرتاحين طول المنهج. برضو مع بعض اهم الكلمات قلنا بابليش، بابليشر ناشر، بابليشنج هاوس دار النشر. خدنا كلمة سيباريد من شوية، ينتشر، ينتشر بالانتقال. كلمة برايفت وبريفيل، آسف، برايفت يعني خاص، بريفيل يعني يسود أو يعم. طبعا كلمة لوكيشن خدناها بعد كده قبل كده، موقع أو نقطة معينة خدناها في أولى ثانوي. ويب سايت موقع إلكتروني، سايت طبعا موقع ومساحة محددة لنشاط معين، بوزيشن موقع أو نقطة محددة. بعد ما ناخد الكلمات دي كويس، كلمة شات يدردش، لكن شيت معناها غشاش، محتال، نصاب. وكلمة شيت برضو معناها ورق وملاية. كلمة شير معناها نصيب ومعناها يشاركني. تيك بارت ان، يساهم او يكون شيء. كونتروبيوت تو، بيجي بعدها فيرب زي اي ان جي. وبعد كده افعال بقى، فايند، فاوند، 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 واستابليش. فايند اوت معناها يكتشف، طبعا ديسكفر يكتشف. تقول لي مصر يعني ايه الفرق؟ كلمة ديسكفر يكتشف شيء موجود قبل كده. لما نقول كريستوفر كولومبوس ديسكفرد امريكا، موجود قبل كده. لكن فايند وفاوند معناها يؤسس شركة، يؤسس مكان. كلمة بلوك، بيقول لك انا اعمل لك بلوك، هقفل عليك، يعني يعوقك، يتعبك. طبعا هنا لوك برضو يخلف شيء، يحبس، حبس شيء. كلوز شط. طبعا سويتش اوف وسويتش اون، سويتش اون يفتح، سويتش اوف يغلق. طبعا اللي معاك كتاب يا جماعه، في كلمات في غايه الاهميه زي كلمه، طبعا معاك كتاب جيم او معاصر، كلهم في منتهى الجمال. يعني كلمه انانس ده يعلن او يذيع، ده خبر حلو معين. لكن لو قلنا ادفرتايز، ادفرتايز ده طبعا بيذيع اعلان في جورنان، في عالنت. في خدنا من شويه طبعا اهوت كومبسينيت، كومبسينيت معناها يعوض، كلمه اوسر. ففي كلمات في مغايه الاهميه. على فكره كل الكتب حلوه، سواء كان جيم او المعاصر، الاتنين في منتهى الجمال. عليك بس يا حبايبي وحبيبتي، انت يا بنات، انتوا اللي كلكم اولاد، ربنا يبارك لكم يا رب، تحفظوا كميه كلمات كتير. حفظ الكلمات الكتير هيساعدك ويساعدك ان شاء الله تجيب الدرجه النهائيه في اللغه الانجليزيه. بعد كده يا حباب قابلنا المشتقات. المشتقات ديت لازم تعرف كلمه انانس يعلن، انانسمنت، انانسر، انانسد. طبعا تبقى عارف الفرق بين الفعل ونون. معظم الصوت بتنتهي اي جي او دي او او ار واي او اي ان تي او تي اي في اي، بس قد ما تقدر تحفظ. بعد كده كلمات كتيره جدا، بتجيب الكلمه وتعرف الهدف بتاعها وتعرف السيونيم والتيونيم. طب السيونيم مرادف الكلمه والتيونيم عكس بعد. لازم اولاد أزكي او انت تعمل ابن كلمات، يعني كلمات يعني فيها كيت معناها ايه؟ معناها ان اكسيدنت، انسيدنت، باس، روند، عقد. في مهم جدا ويز باتس، تنتظر بالصبر. يعني واحد مستني خبر معين، حاجه معينه، يقول لك ويت ويز باتد بريس، طايم وكير. ولازم تعرف ان الكلمه فاكشوال ترو، والفرق كل كلمه والثانيه. هنا قابلنا هنا طبعا يعني بيبر، بيبر، بريس، زي قلنا من شويه الفرق بين زتا، تابلود، وشيت، انسيدنت، اوكيجن، انستيجيت. طبعا لازم وخدنا من شويه الفرق بين ادفرتايز، اوكي، هابينتجز. لازم يا جماعه نفهم الازمنه، يعني ايه بص سيمبل،
البص السيمبل يعني ايه ماضي بسيط؟ يعني ايه ماضي بسيط؟ يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى. الماضي البسيط يا جماعة بيعبر عن عادات، عادات في الماضي. نركز معايا كده الله يكرمكم، عادات في الماضي. اهم قاعدة في الماضي البسيط هنا قاعدة يوز تو، او تعبر عن مواقف دائمة وعادات في الماضي وروتين وحقائق كانت قديما ولكنها لم تعد الايه الان. يعني ايه مستر الكلام ده؟ يعني مول I used to have a bike but now I don't. انا كنت متعود اركب عجل ودلوقتي بركبش عجل. لاحظ I used to have a bike. used to يبقى عادة كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الان. طيب الاشياء دي كانت حقيقية يا جماعة. طب الماضي البسيط بننفي بمين؟ بننفي بديدنت. وردت الفعل في المصدر. اهم قاعدة عندكم يا جماعة هنا قاعدة used to. used to لها استخدامات كتيرة. اعتدى ان ممكن نجيب قبلها am او is او are. لما تشوف be دي او get be يبقى اصلها am is are used to. طب get used to قالك اهي عادة كانت في الماضي وما زالت تحدث الان. لما اقول my father is very active ابويا نشيط جدا، ايه اللي حصل؟ he is used to getting up early. يبقى نشيط ولسه عنده النشاط انه بيقوم لحد دلوقتي بيقوم مبكرا. I don't like my job at first. I didn't like my job at first. انا ما حبيتش الوظيفة دي. But I am get used to it now. ولكن بحبها الان. يبقى لاحظنا دلوقتي لما نجيب am او is او are used to او get تعبر عن عدد في الماضي والمضارع مع بعض، يعني عادة لسه ما زالت تحدث. بيقابلنا يا حبايبي مصطلحات كتيرة ان شاء الله هشرحها في الجرامر بقى. يعني no longer لم يعد. هتقول يا مستر no longer لم يعد، بس خلي بالك بيجي بعدها مضارع بسيط. no longer بيجي بعدها مضارع بسيط. يعني مكتوب هنا أسامة no longer walks regularly. يبقى no longer جبنا فيها المضارع البسيط وضفنا له اس. نفيها بقى أسامة doesn't walk regularly anymore. لاحظنا حبايبي anymore جت في نهاية الجملة. آسف any longer جت في نهاية المدة. لكن no longer جه بعديها مضارع بسيط. قلنا بعدها مضارع ايه؟ بسيط. عرفنا used to بننفيها ب didn't use to. didn't use to وبيجي معاها هنا استخدام would. مع الزمن ده يا حبايبي بيجي زمن الماضي المستمر. الماضي الايه؟ المستمر. لازم عارفين التكوين. الماضي المستمر بيجي معاه was where verb ing. تاني was where verb ing. معروف was بيجي معاها الايه؟ الهي والشي والات. لكن الوير بيجي معاها الوي والزي واليو. لازم نحفظ كام كلمة هو دلوقتي. ايه يا مستر؟ الماضي المستمر. الماضي المستمر يعبر عن حدث تم في الماضي واستمر في الماضي. تاني يعبر عن حدث تم في الماضي. يعني ما تقول امبارح الساعة 5 كنت بلعب كرة قدم، يبقى حدث تم فين؟ في الماضي. واستمرت تلعب كرة ايه؟ قدم. كمان الحدث ده ممكن يقطعه حدث اخر. قلت له وانا بتفرج على الماتش امبارح النور قطع. يبقى اثناء ما كنت بتفرج على الماتش ده النور قطع. يبقى انت كنت مستمر في حدث قطعه حدث ايه؟ اخر. بيجي معاه كلمات في غايه الاهميه. بيجي معاه وايل وين از جاست از. طيب لو جم في الاول بيجي وراهم ماضي مستمر ماضي بسيط. يلا حبايبي يلا ماضي مستمر ماضي بسيط. طب يراجعوا في الوسط برضو وايل وين از جاست از. وايل بينما واثناء وين از جاست از. بيجي وراهم ماضي مستمر قبلهم ماضي بسيط. يعني ايا كان موقعهم في اول الجمله او في اخر الجمله، في اول الجمله ماضي مستمر ماضي بسيط. طب جم في الوسط يبقى بعديهم ماضي مستمر قبلهم ماضي بسيط. ويجب ان نحفظ القاعدة اهي.
يعني ممكن يجي ورا وايل ماضي بسيط بس وماضي بسيط. تقول لي ازاي يا مستر؟ امتى يا حبيبي؟ لو ما فيش فاصل تاني، يعني while I was ill، اثناء ما كنت مريض، many people visited me، الناس زاروني، يبقى اثناء مرضي عندما كنت مريض الناس زاروني. طيب اذا لم ياتي بعد while فاعل ياتي verb زائد ing. تاني يا مستر، اذا لم ياتي بعد while فاعل ياتي verb ing، يعني while walking، while playing، while eating، وبعد كده بجيب الزمن تاني ماضي بسيط، يبقى while اذا لم ياتي فاعل ياتي verb ing. هيجي بعد كلمه during، during معناها اثناء، during بيجي بعدها noun بتساوي while زائد past continuous. تاني during بيجي معناها اثناء بيجي وراها اسم بتساوي while past continuous. القطعة اللي بتتكلم على الانحياز وبتتكلم على emotion الحذف وبتتكلم على وجهة النظر وبتتكلم على طبعا هنا الامبرشا انطباع وزبين ورياكشن رد الفعل. هتقول لي يا مستر انت جايب كتاب تقرا منه؟ يا حبيبي جمع لكم والله العظيم اهم الحاجات. لو لاحظت في اول الوحده انا بشرح جبت لك اهم الكلمات اللي هي كلمه تابلويد، بروتشيت، بايز، بريس، نيوز بيبر، بابليشر، وبعد كده ركزت على الماضي البسيط والماضي المستمر. خلي بالك ده ماضي وده ماضي. الماضي البسيط يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى في الماضي، لكن الماضي المستمر حدث تم في الماضي واستمر في الماضي. خلي بالك بيجي مع ده وده حاجات معينه هناخدها بالتفصيل بعد كده لما اجي اشرح جرامر، بس هشرح ونحل كتير جدا. هيقابلنا كام كلمه في غايه الاهميه، كلمه بلانسد متوازن يعني في ارائي في اتجاهاتي، قلنا كلمه بايس انحياز يعني انحياز، يعني مثلا في ناس بتنحاز للمراه، في ناس تنحاز لاعمال ادبيه معينه، ينحاز لمؤلف معين. طبعا هنا كلمة مسليد مهمة جدا في القصة ان شاء الله بناخدها، مسليد معناها يضلل، اما الوقت طبعا يمسها في شمها تضلل مين؟ ايوه برافو عليكم بيب، وهيفكر انه هي البنفكتور هي الراعي بتاعه لكن مش هي. هنا بوينت اوف فيو وجهة نظري، وموشن حذف، سبين خدناها اهي تلفيق او قصة، تلفيق او قصة. فيا جماعة في كلمات أقسم بالله في غاية الأهمية، فغصب عني لازم نقراها ونشرحها وكده، لازم يكون معاك كتاب بقول لك جيم أو بيت باي بيت، بعد احترامي لكل المدرسين اللي بيشرحوا ودي دروس. بلاقي حاجات ناقصة كتير جدا في الملازم، بيبقى المدرس دلوقتي بيشرح لك لكن ملازمة كبيرة، لأ أكيد بينسى حاجات. فكتاب جيم ما شاء الله فيه 90% من المعلومات بتاعتك، لكن الملزمه اللي بياخدها من اي مدرس واضحه كل حاجه، لكن في معلومات ناقصه. عشان كده لازم تطلع مع اي مستر بتاخد معاه درس او بتبر معاه، لازم تاخد معاه تاخد كتاب جيم، كتاب المعاصر، وتذاكر من ملزمته ادي الكتاب ده بالظبط. بعد كده المضارع التام يا جماعه، لازم نفهم يعني ايه مضارع تام. مضارع تام يعني يعبر عن حدث تم في الماضي ولها اثار في الوقت الحاضر. يعني مثلا واحد يعزمك على اكله تقول له والله لسه واكل، هو شافك؟ لا، حدث تم في الماضي والاثار الاكل على لسانك دلوقتي او معاك لسه. واحد يقول تعال ايه نذاكر كذا، والله لسه مذاكرها من شويه، لسه حافظ الوحده من شويه. طيب حدث تم في الماضي والاثار في الوقت الحاضر. طب المضارع التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاف وهاز والتصريف التالت للفعل. المضارع التام ده يا جماعه قلنا بيعبر عن حدث تم في الماضي ولا اثار في الوقت الحاضر، بيجي معاه كلمات مهمه زي فور وسنس، وبيعبر عن حدث لنتيجة. يعني واحد ذاكر طول السنة بينجح آخر السنة إن شاء الله نتيجته إنه نجح، فده آثار التعب بتاع طول السنة ربنا كرمه، ده مضارع تام. بيجي معاه كلمات كتيرة جدا ايفر، نيفر، اوريدي، جاست، يت، لا استخدام، هتلاقيه معاك في الملزمة ومعاك كله، وفي استخدام كله بقى، مين اللي بيجي مع فور؟ اللي بيجي مع سنس. في قواعد في المضارع التام تتحفظ، يعني مثلا سينس بيجي بقى في قاعده سينس وفور، وبيجي كمان كلمات معينه لها حفظ، يعني ما تقول سبجكت لاست باست سيمبل وين باست سيمبل، القاعده دي بتساوي سينس بالظبط، يعني اي لاست كوتا فيش اخر مره اصطدت سمك
when I was in Hargada. حولنا الجملة اللي بيها lost إلى since لننفي مضارع الايه التام. يعني I haven't eaten fish. أنا آخر مرة أكلت سمك إمتى؟ ما أكلت سمك من إمتى؟ since I visited my uncle in Alex. وكواعد كده تحفظ. كده أنا لخصت لكم أهم الأشياء في الوحدة الأولى. طبعا إن شاء الله هقعد معاكم وأشرح الجرامر بالتفصيل في حصة لوحده، عشان الجرامر محتاج شغل كتير جدا ومحتاج وقت كتير. زي ما شرحت الكلمات بسرعة دلوقتي وقلت الجرامر بسرعة، لكن هاجي مع إن شاء الله القواعد دي هشرحها واحدة واحدة، والمرة الجاية يبقى قواعد بإذن الله، وهيبقى حل أسئلة على الجزء اللي خدناه بطريقة الامتحانات بالثانوية العامة بتاعتنا إن شاء الله. يا رب الفيديو عجبكم بإذن الله المشاركة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.